لكن ليس هذا يوم التوحيد، هذا يوم جمعت على اسم واحد، اسم المملكة العربية السعودية. زيادة على ما قدر أصلاً، ظهر النفط في بئر رقم 7. أعظم شيء تملكه السعودية للنجاح؟ مواطن سعودي. مواطن سعودي ما في شك، يعني بدون مواطن سعودي لن نستطيع أن نحقق أي شيء من اللي حققناه.